ويثار اللحظة هلا ما راح ضيف غير اللي بعرفهم. تعالوا نشوف. يا الله شو بيجيها تعليقات حلوة. ليش انا التانية ما بنشر هيك مثل صورة؟ رفيقتي نزلت صورتها واجاها كتير تعليقات حلوة. وانا بدي نزل كمان. لا تنزل. ياي صار عندي تفاعل كتير. خلص كل يوم بدي نزل صورة الي. عم يبعتلي كيفك شو اخبارك. نصيحة مني اليك لا تنشري صورك، لانه انا لما نشرت صوري ندمت كتير. نصيحة من اخت الاخطر. عفوا مين معي؟ انا نور من مصر، عمري 30 سنة. انا بعتلك هيك لحتى انصحك، انت هلا بخطر كبير. خطر؟ خطر شو؟ ممكن توضحي؟ أنا بزمان كنت أنشر صوري وإجا شاب أخذهم وطبق عليهم صور إباحية وصار ينشرهم، والناس كلها صدقت إنه الصور الإباحية الصور إلي. نعم رايحة أبسل صوري. شكرا لك كتير. فاتك القطار وأنا شاب. هاي صورك شوفيهم حلوين. الله يوفقك يا ابن الحرام. طيب شو بدك مني؟ بعتيلي رقمك نحكي بقلك شو بدي منك. طيب هاي رقمي. شكلك كثير قطعتي؟ والله لك ايش هالساعة تعبانة دويتك يا زلمة؟ لا جبت لها مشروب، عم اقول لك صار لي ساعة ما عم ترد علي، قلت لك جيب مشروب. الله سهرتك تعبانة يخرب بيتك على السهرة يا زلمة. طولي بالك انا ضعيف السهرة وضعيف كل شيء، اليوم جايب لكم البنت غير شكل. طيرة طيرة؟ راح تكيفوا عليها كيف؟ والله والله الا شلون؟ غير شكل. نظيفة نظيفة؟ نظيفة وصغيرة لسه. شرفك يا عيني. يا يوب ام عزام انت صاحبي واخوي انت. معناها اليوم بده يخبرك. والله خير ما اليوم ام عزام. البنت علي والمشروب ما مشروب عليكم. عليك انت. حلو انا قبلان عليك خيو. وعليك الموالح وكل شيء. وهذا ايش تدفع؟ ايوه. هذا بوم بننظف لنا مسوي لنا شغلة. ايه انت بس اكتر حوالينا شو مش بدك تجيبها؟ انت ايش بدك؟ مو بدك؟ ليه المقاصد؟ انت ايش بدك الله؟ ابو عزام مو ترد تاكل لحالك، نحن كمان انا عطشان كثير يعني مو ترد تجيبها تاكل لحالك، تاكل عسل نحن نبرقين ضجر. لا 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 جيبها لكلها. ايه فكرت تضل جوعانين. يعني عرفان نحن اربع شباب. لا خلص انت ايش بدك عرفاني ولا ما عرفاني؟ خلص لازم اخذ لك جواب بعدين. انت ايش بدك تتدخل بالمواضيع يا زلمه؟ بس جاوبني بنت ليل. انت ايش بدك بالموضوع؟ بنت ليل ولا بنت نهار ولا بنت ضرب ولا بنت عصر؟ خلص المهم الشغله فيها نفس القصه. في اليوم ناكل اليوم ناكل مو هيك ابو عزام؟ مو بس تاكل لحالك بشرف بزعل منك، هون انت صار مرتين عم تاكل لحالك بتزعجني. لو تاكل لحالي ما بدي ملعون يا احمد. كبير ابو عزام كبير. يلا ايمتى بتجيبك؟ هلا ساعة 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 وشوي موعدنا واجيلك. تمام انا خلينا نجهز نظبط طاولة نظبط سهرة. خلينا نقول له جيب مشروب. مين عم يجيب مشروب؟ والله العظيم تو نجيب مشروب ولا بلاها اليوم؟ لا لا جيب مشروب. انا والله
قوم جبتها قوم طيب قوم شنطة ما معنا مصاري جيب الشدة اوه ما مصاري ما معنا خلص اخو ما عدتي صار جاهز سيك هاي جزدان سيك جزدان خلص خلص جزدان روش بدي اخطارع فيها في كرة اما بدي اياه خلص روح سمع من سواط عم راح يخرب ديارك عاد اطلع بقيلات لو بس اطلع بشي مرة قيني السنة بقيلات سلامة قيلات بيجرب اهلا وسهلا نور الحلو يلا احذف الصور هي اجيت الحلو نور خلصني يلا مستعجل احذف الصور بحذف لك الصور بس مو هون بتطلع معي على البيت بحذف لك صور بالبيت لوين تطلع بتطلع معي على البيت ما تطلع معي على البيت الصور بتصير قلت لي تعالي لعندي بحذف لك اياها مو تطلع لعندي وقت عم بحكي بتسكت بتسمعي بتوافي باستعداد تضربي لي تحيه بنشر لك صورك على الفيس وعلى الانستغرام وعلى اليوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي يلا خلصني اذا بتطلع لفوق بتحذفه بحذفه من عيني هي قبل هي يلا امشي مرحبا شباب هلا هلا ابو عزاب خليني انت لو في الصوره ما خلص خليني هل ايجي بنت جابل للشباب ولا لكن هي ندخلي خلي هون انا بحسب لك الصور بس قاطع كون هلا احذف الصور خليني امشي خلاص ادخلي لك احذف الصور وخليني امشي شاب لك يا سي شاب احذف الصور عم لك وخليني امشي خلاص انا بحسب لك هي طلعت احذف الصور صور شو؟ احذف الصور خليني امشي يلا وين تحذف صور ما صور شباب بصبح بياكين جوعانين دخلني بالشباب احذف الصور يلا روح شوي هاي البنت اللي حكيت لنا عنها من الصبح للمساء بنت جاييني بنت وجايه بنت ومدري شو هاي هي هاي هي روق شوي بعد ذلك قد ايه عمرك انت يا عمو؟ 16 سنة قد ايش؟ 16 سنة 16 سنة؟ لا بعد ذلك انت مجنون شي جايب لي بنت صغيرة عمرها 16 سنة 16 سنة احسن لسا لك شو احسن؟ لسا احسن كل ما كان صغير كل ما كان احسن يا الله صدق تمشي لك عيفة للبنت يا رجل لك انت بتعرف شو بصير فينا؟ شو بصير فينا؟ روح عمو روح عمو روح الله يرضى عليك روحي روحي طلعي إذا بتطلعي قسما بالله لانشر صورك وافضحك شفت كيف عم يهددني بصوري لك صور شو؟ لك انت مجنون شي لك انت مجنون ابو عزاب ليش؟ لك جايب لي بنت صغيرة لك تعرف شو بصير فينا انت بتعرف؟ شو بصير يعني شو بصير؟ لك يا ابن الحلال بنقضي حياتنا كلها تسجون لك انت بتعرفني انا معك بكل شي ابو عزاب بس الا بهي لك بنت صغيرة جايب لك قاصر هي قاصر يا ابو عزاب وإذا قاصر؟ لك بنقضي حياتنا كلها حبوس شو صور شو صور شو فاهميني صوري عم يهددني فيهم هات الموبايل عيب محمد عيب الموبايل عيب كل شيء ابو عزاب كل شيء على جنب بس الصور بتاعت عيب ابو عزاب روح من خلتي روح من خلتي روح من خلتي في غير الموبايل حيطه بغير مكان شيء لا مالي حيطه بس هذا انا بفرجيكي انا بورجيكي مو هو صورك لا تمام هيك شو عملون احسن ما بسكف ابو عزاب تمام؟ اي مسحتهم كلهم كتر خيرك تفضلي روحي روحي الله يرضى عليك روحي الا لا اجيبك شي نار خلص الا لا اجيبك شي نار لك بنت قاصر لك ابو عزاب انا معك بكل شيء بس مو بهي لك صغيره يا رجل فوت انت وفوت ليش روحت علينا يا زلمه ليش؟ ليش البياخة سويتها يعني شو بدك بايخ تكش حالك كل شغله مالك فيها هدي 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 ابو عزاب كمان انت مو كل هاد يا زلمه لك ضروري لك كان طير جاي من الغيم يا زلمه الله بعتنا انت جيت بيا ما بصير الحكي مالك شايف هي يا زلمه قد اولادك الا شوي لك اسكت منك انا ما بيخ منك غير هو زاد هالمره واحد ما يذكر هدول بشي لا بتجيب لا بتجيب لنا شيء يا زلمه ما محبزه يا الله ما هي محبزه صغيره لك عمرها 16 سنه خلاص استرى على اختك بس خلاص مشان ما ازعجك الله انت ويعملونا كان روحتوا لنا السكره الله ابو عزاب لا ما تجيب لعند الاولاد شيء لا ولا ما تورجيهم شيء نروح ناخذها على الاوتيل انا راح المره انتم مجانين شيء لك رايح جايب لي بنت صغير لك ليش لك سيف يا تتقرقرة هاي تتقرقرة مجنون انت يعني لك ايش لك يا زلمه يعني يا ريت اربع ما بيخك سكوت سكوت ما اسمع منكم كلام يا تكون بخير